بتشوفي أنا رح أفضحك. شوفي أخبار؟ أي مهك، عندي كتير أخبار. مهك رح تتفاجئي لأنه شي كبير. شكراً، خلوني على اطلاع بكل شي جديد. شو الجديد اللي بدك تعرفيه مهك؟ هو شوريا نيهال عم يصير معها لعية نفس، لهيك أنا أعطيتها وصفة لحتى تاخدها. وين أخدي هاي الزينة؟ خير شوفي عندك. شوريا بصراحة أنا لقيت شغل، كنت مفكرة أني فاجئك بعد ما أتعين وبلش، بس ما قدرت أستنى. أنا فخور فيكي، كله بسببي، صرتي مضطرة تشتغلي منشان نقدر نعيش. طيب كيف لقيتي هالشغل يا ترى؟ قليلي. مطعم أروما، شفت إعلانه بالجريدة. أوه صح صح، حلو هذا المطعم. عرضوا علي منصب المدير بس ما قبلت. يلا كتير منيح، انبسطت لك. شوريا طيب ليش ما منشتغل مع بعضنا؟ شغل ممتاز، منعمل أنا وياك فريق قوي. حبيبي ما في أي شغل بيقلل من كرامتنا، فكر بالموضوع، هيك منشتغل سوا إذا بتريد. ماشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.